يو، السلام عليكم الدراري، معكم الرايدر 36 في اون نوفيل فيديو. عارف راسي خبرت عليكم شي ظروف، غادي نشرح لكم ان شاء الله في واحد الفيديو اللي غنعطي فيه التفاصيل كامله. المهم ما علينا، خلينا دابايا نرجعوا لتيست رايد. فيديو جديد مع تراسر نفس سون جي تي، اللهم بارك قسيمو. هادي دابا نهضروا عليها من بعد، عليها تعرفوا لي ستوار ديالها. صافي، اليوم كاين تيست رايد ديال ام تي 09 تراسر جي تي. هاهي تبارك الله. المهم غنجيبو بها دورة كيف ما العادة، غادي نهضرو على الكونسوماسيون ديالها، الثمن ديالها، التالفية ديال الخيل، وكيف ما العادة سينيماتيك، ونختمو الفيديو ان شاء الله. طابلو فيها ناضي، توكلوا على الله، بسم الله. اللهم بارك. يلا صور اخوان، اليوم معنا تراسر نفس سون جي تي موديل 2021. موتور تبارك الله زوين في كل شيء، فيه الكويك شيفتر. انا دابا كندوز بالامبرياج، ملي غادي تكون الطريق لي شويه طويله ديك الساعه نجربوا الكويك شيفتر. سواد الاخوان، موتور فيه 215 خيل، هاتي خليكم معنا. قسموها بيناتكم، عندك ما تقسمهاش معاها، قسميها معاها. شي واحد الكليب غير تما، قسمي معاها، عطيها حتى هي، عطيها حتى هي، شوف داكشي شحال جا عطيها حتى هي. سو كيف ما كنقولوها، كما كنا كنقولوها الاخوان، ما تخلينيش نهضر على التراسر هذه، والله ما تخليني نهضر. تبارك الله، كيف ما كنا كنقولوا فيها 215 خيل، الا ما خدت غلط 84 ولا 87 نيوتن متر، ريزرفوار 18 يترو. هذيك زغرت ليها، ريزرفوار كتهز 18 يترو. الطوب سبيد ديالها ما راكم عارفين، موتور 3 سيلندر كيكون فيه ديبار، تبارك الله تبارك بيق. هاتي مع الكويك شيفتر كطلع كتسمع بالرطاق. كيف ما قلت لكم هذه 3 سيلندر، بيان سور 4 طون، بيان سور موتور كبير راه بيان سور غيكون 4 طون. هاي ديال الطريق لحظتك، تبارك الله. موتور كله عامر بلي زوبسيون، هاد الفيزيار حمقاتني. كيف ما قلنا الموتور كله عامر بلي زوبسيون، هنا عندك ريغولاتور دو فيتاس، هنا تراكشن كنترول، تختار واش تراكشن كنترول ديرو في الان ولا في الدو. عاد عندك عاوتاني هنا المود، دابا انا دايره في مود ستوندار، كاين فيها المود ا مود بي مود ستوندار. الجي تي عاوتاني باش زايدة فيها لي بواني عاوتاني شوفو، والكونتور هادي ماشي فحال ديال لونسيان، فيها كونتور كيما كتشوفو زايد شي شوية.
الاخر كان ما فيهش لي كولور، هذا بالنهار كيكون ابيض بالليل كيولي كحل، المهم يعني كاين فرق. دوزو على هذا البراج، عرفت فين هو الدري صاحبي؟ واش داز؟ واش باقي؟ عرفت فين مشى؟ باقي كيف ما كنا كنقولوا. المهم نكملوا هنا الطابلو، غادي نحاول المهم باش ما نقربش ليه بزاف، غندير لكم فيديو غادي تشوفوا فيه وانا كنهضر. المهم كاين فيه هنايا الكيلومتراج ديالو، لا طومبيراتور ديال الموتور، كاين هنايا كتجي كتبدل المنيو، كاين عندك كونسوماسيون انستونطاني دابايا بهاد لا فيتاس اللي غادي بها انايا كتاكل دابايا 5. شنو اخر كاين عاوتاني غندوز انا شحال كلات انا تريب 2 هنايا لاتي تريب 2 تريب 1 صافي. هنا كونسوماسيون مويان تراسل، كونسوماسيون مويان ديالها كتاكل 5.5 حتى 6. دابا هي كيف ما كتشوفوا هنايا مطلعه ليا 6%، شيا جوبونس على دابا غتكون باينه لكم صافي. هنا لاجوج ديال ليسونس، هنا كيف ما قلت لكم لي بواني شوفون صافي. هنا الحراره اللي على برا هنا هادي كيف ما كنت كنقول لكم، هنا كاين تراكشن كنترول فيه لي مود، كاين تراكشن كنترول في نيفو 1 كاين نيفو 2 عاد عاوتاني الا بغيتي ديزاكتيفي كتبقى مورك على هادي كي ديزاكتيفا. هنا النور غنحاول نوريها لكم في فيديو، كاين بلاص لي مود كما قلت لكم مود ا مود بي مود ستاندار، هذا ستاندار شو كي دارت لي جراتني تبارك الله زواونه موتور زوين صراحه. ها هي خصك ترد معاها البال. العلو بالنسبه للعلو نقول لكم فلوتور دو سال فيها شي 815 ملم، قول بحال 750 ما كاينش اختلاف بيناتهم يعني ما عالياش تقل. جوبونس قال هضرت لكم عليه كاين فيها 215 كيلو تو بلان في بعدا حمقني فيها الكويك شيفتر، واخا هما ديال لا ميزون كيكونوا شويه قاصحين ولكن اخويا واحد الصوت تبارك الله يا سلام. المهم غنجيبو بها دويره باش تمتعوا حتى نتوما بالصويت ديالها، تسمعوا الصوت ديالها كيفاش داير. وعاد بيان سيغ سينيماتيك اللي غادي يبان فيه الموتور كامل، وديك الساعه نختموها بالسركيله الاخرانيه. وعاد ان شاء الله من بعد غادي نشرح لكم علاش غبرت فين مشيت فين مشات 750، هادشي كامل غادي نهضروا عليه ان شاء الله في اون فيديو اللي غنشرح فيها كلشي. واحد الجهد فيها عرفتي راه كتكسيري الروايد كيبقاو يدورو في الخوا، كتحس بها كتبقى تقطع التراكشن كونترول معاها مديرونا في النيفو 1 كتبقى تقطع باش الموتور ما يزلقش.
كي كتبقى تقطع. حاجه اخرى حتى هي ما هضرناش عليها، لي سسبونسيون ديال هذا الموتور فيها فورش انفيرسيل قدام كايابا ريغلابل بيان سور كما كتشوفوا هنايا. اللور تاهي فيها مونتيسور تاهي كايابا ريغلابل. شنو اخر شي حاجه باقي ما هضرناش عليها، خصكم تشوفوا الوجه ديالها تبارك الله كي داير. الوجه ديالها تبارك الله زواون، لا في الديكور لا في كل شيء تبارك الله. المهم دابا هاد الساعه غادي نخليكم مع واحد السينماتيك باش تشوفوا الموتور، نوريكم كاع الموتور كي داير من برا. هضرنا على لا ميكانيك ديالو، هضرنا على السيلندر ديالو، فيه 847 سي سي. شنو اخر الفونس هادشي اللي كاين. هضرنا على لا ميكانيك ديالو كيفاش داير 3 سيلندر هذاك الحمار كامل. دابا غادي نخليكم مع السينماتيك كيف ما قلت لكم باش تشوفوا الموتور كيفاش داير من برا، الديكور ديالو كيفاش داير، وبالاخص بالاخص البو اللي فيها الاس سي عطاها تبارك الله واحد النغمه. يا سلام، غادي نهضر لكم من مور السينماتيك ان شاء الله، نهضر لكم على لا كونسوماسيون مويان ديالها وبشحال تقدروا تاخذوا هذا الموتور هذا، واش صالح وصل المدينه ولا ما صالحش. نهضر لكم على كل شيء ان شاء الله. يلا خليكم مع السينماتيك، بيس اوت. عاوتاني الكوك شيفتر غنبدلو المود، نجربو مود أ تراكشن كونترول نطفيوها، نجربو ولا لا منطفيوها شوقالة صافي خليها طافي. غنمشي نجرب الكويك شيفتر، غنجرب الكويك شيفتر تبارك الله. دابا راه كلشي طافي، تبارك الله. مبارك. سو الاخوان كان هذا هو السينماتيك ديال الموطو. دابا غنجيبو بها دويره خفيفه كيف ما العاده، رجعت لها مود بي تراكشن كونترول في نيفو 2، غنجيبو بها تركيله خفيفه. شو من هنا
صافي نكملوا شنو كنا كنقولوا على الموطور قبل ما نساليو هاد لا فيديو. بقاو لنا الروايد اللي ما هضرناش عليهم فيها ليجون 17 القدام فيها 170 120 70 17 والقدام فيها واللور فيها 180 55 17. فيها بيان سير لابي اس دوبل ديسك القدام وديسك عادي اللور. بالنسبة للمدينة نقول لك الخروج مرة مرة واخا هو موطور كبير ماشي مصالحش كاع اصلا المدينة موطور كبير ديال تسافير. بالنسبة لا كونسوماسيون ديالو الله يعمرها دار. بالنسبة لهاد لا بويسونس لي في اسمع اسمع يا سلام تبارك فيها اللهم بارك. ضربني طرديك فيها راه ما يمكنش الاخوان. هذه تكون هي النهايه ديال الفيديو ان شاء الله. نتقاشعوا في نوتر فيديو اللي غادي نهضر فيها ان شاء الله نهضر علاش غبرت وفين مشات 750 وشنو الحوايج اللي خلاوني نغبر. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا ونكون اوموا بعدا شرحت لكم شي لعيبات على التراسر وتكونوا تمتعتوا بهذا لا فيديو تمتعتوا بالنغمه ديال التراسر. وما تنساوش كيفما العاده الى عجبكم الفيديو لايك اللي مازال ما تابوناش لاشين يتابونا خليو لي لي كومونتير ديالكم شنو لي موطور اللي بغيتو تبغيو تشوفوهم ان شاء الله من بعد في لي تيست رايد. وهذا ما كان بيس اوت ليكم الدراري كان معكم الرايدر 36 تشاو تشاو.